الفترة القادمة بداية إجهاد كبير للنادي الأهلي. هتقول لي يا عم أنت لسه هتقول من دلوقتي قبل ما تتكلم، هذه هي الحقيقة. 9 مباريات في 27 يوم، معناها أن كل 3 أيام مباراة، بداية من يوم 14 وحتى يوم أعتقد يوم 11 أو 12 7، وبالتالي في 27 يوم عندك 9 مباريات وكلهم أصعب من بعض. طبعا بص، الاهلي وكما العاده يعني هو بص اصبح نصيبك او قدرك في ظل جدول الدوري الممتاز اللي بتحط ده، وفي ظل ان انت بتلعب برضه الدوري العام بالشكل اللي ده، وفي ظل ترتيب المباريات بالشكل ده، ان انت هتمر بحاله صعبه جدا جدا في الدوري العام. النادي الاهلي ازمته الحقيقيه ان هو بياخد بطولات، ازمته حقيقي يعني الازمه بتاعتك ان انت بتاخد بطوله، الازمه بتاعتك ان انت بتشارك في كاس العالم للانديه، الازمه بتاعتك ان انت بتروح تلعب السوبر المصري تمام من مباراتين، هي دي ازماتك الحقيقيه في الوقت الحالي، مش ازماتك حاجه تانية. فبالتالي انت النهارده رجعتنا ل3 سنين ورا او سنتين ورا كمان، ان انت عايز النادي الاهلي يلعب كل 48 ساعه مباراه او كل 72 ساعه مباراه. هل النهارده مهما كان ده هيحصل على فكره؟ خد بالك، مهما كان عندك لعيبه، هل هتقدر النهارده فنيا بدنيا ان انت تواكب الكلام ده؟ اتمنى النادي الاهلي يقدر يعمل الكلام، اتمنى. خد بالك، اتمنى، واتمنى البطوله ما تكونش موجهه. يعني مع احترامي للجميع، يعني عندي احساس ان بطوله الدوري العام المصري بتتزق في اتجاه معين، عندي احساس يعني. تمام، مش ما ينفعش يا جماعه ان البطوله تبقى بالشكل ده. طب ما انا خلاص ادي الاهلي فرصته، والسنه الجايه اعمل بقى دوري من مجموعتين او دوري من دور واحد، وابتدي واعمل والسيزون يخلص في شهر 5 اللي جاي او اخر 5 اللي جاي، تمام، ونبتدي دوري برضو بشكل محترم بشكل منتظم بشكل جيد. لكن كون ان انت بتلاعب النادي الاهلي بالشكل ده، تديله 7 ماتشات كل 72 ساعه مباراه، طب النهارده اللعيبه اللي هتتصاب دي مين هيتحمل؟ مين العقود الضخمه اللي عند لعيبه النادي الاهلي، مين هيتحمل ان واحد يقعد النهارده مثلا يقعد 6 شهور مصاب، او يقعد 4 شهور مصاب، او يقعد 3 شهور مصاب ما تستفيدش بيه، او يقعد لا قدر الله سنه مصاب ما تستفيدش بيه؟ انت السنه اللي قبل اللي فاتت كان عندك كم اصابات رهيبه جدا. طب يا جماعه مين هيتحمل الكلام ده؟ الخسائر الماديه، الخسائر المعنويه، خساره مثلا لا قدر الله خسرت بطوله الدوري العام، مين هيتحمل الكلام ده؟ الكلام ده لازم يبقى في ناس مسؤوله عنه، الكلام ده لازم يعني يتم توجيه الاسئله لرابطه الانديه او الاتحاد الكره. بس هيقول لك ده دي لائحه وانت موافق عليها من اول السنه، انت تلعب كل 3 ايام مباراه بعد وصولك لنهائي وبعدين هو في العالم بيعمل كده؟ مفيش حد في العالم، انت النهارده حتى البوكسنج دايز بتاع الدوري الانجليزي انت بتلعب 4 5 ماتشات، فاهم قصدي؟ مش 7 يعني، 4 5 ماتشات بتلعبهم تك تك ورا بعض كل 48 ساعه ماتش، وشكرا سلام عليكم والسلام، وبتلعب كل اسبوع ماتش، تمام. انما النهارده هتخش دوري عام، هلعب السبت والعب التلات والعب الجمعه والعب الاثنين والعب الخميس، طب مين في العالم؟ والكلام ده هيستمر كام؟ هيستمر شهرين او شهر ونص؟ مين في العالم يتحمل الكلام ده؟ مين مدرب في العالم هيجي كل ماتش مثلا يحط 6 7 لعيبه وغير 7 تانيين ويحط 5 تانيين ويحط وفي الاخر تيجي تطالبه؟ وبعدين انت كمحلل تقول له انت ما عملت ايه؟ وتيجي احنا نطالبه ونقول له انت ما خدتش البطوله ليه؟ هيقول لك بطوله اللي انا هاخدها يخلص على اللعيبه اللي موجوده دي ويتعوروا ويتصابوا وتفقد القيمه الماديه بتاعتهم والقيمه المعنويه بتاعتهم، يا اما خلاص يبقى انت ما تسالنيش على دوري عام، او ما تسالنيش على 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 بطوله، او ما تسالنيش على انتصارات متتاليه. صحيح، ما هو يا كده يا كده، تمام. فما فيش في العالم كله بيحصل في اللي بيحصل في الدوري المصري ده. موط الدوري شويه، تمام، الدوري الجديد تلعبه من دور واحد عشان وبعدين تبتدي السنه اللي بعدها. لا بس ده محتاج ان غير ان احنا نتناقش فيه دلوقتي، محتاج ان انت تبقى تاخد موافقه على الاقل ال 18 نادي اللي انت هتقول لهم ان انت عايز تلعب دوري من دور واحد. بالتالي معظم الانديه كل نادي عنده سبونسرز بتاعه، النادي الاهلي مثلا عنده اكتر من 7 8 سبونسرز، نادي الزمالك، نادي الاسماعيلي، كل الانديه. ماشي، طب يعني هل انت التلاحم الدوري بالشكل ده هل مفيد لكره القدم المصريه؟ لا طبعا، ما حدش بيقول ان هو مفيد، ولكن كيفيه التغلب على هذا الامر. هل مفيد انت بالنسبه لك كنادي اهلي؟ لا، النادي الاهلي هو اكثر المضرورين في هذا الامر. طبعا، هو انت السنه اللي قبل اللي فاتت واللي قبلها انت خسرت الدوري العام ازاي؟ كده بنفس الطريقه، بنفس الطريقه ان انت كل 48 ساعه كل 72 ساعه بتلعب مباراه، فبالتالي انت مش لاحق كمان تعمل روتيشن، هتعمل في هو دايما اصلا 10 لعيبه طبعا. استحاله. مش معنى ان انا بناقش الكابتن بلال ان انا موافق على هذا الكلام، ولكن انا بناقشه لانه ده انا ناقشت كتير من اعضاء اتحاد كره القدم والرابطه واتكلمنا في هذا الامر. لما اجي اتكلم يقول لك يا كابتن ما هو لو النادي الاهلي ما كانش اللي وصل ونادي اكس اللي وصل، ما كان هيحصل فيه كده؟ وصل فين؟ نهائي.
نهائي افريقيا. اه طب ما هو الزمالك لعب الكونفدراليه، هل الزمالك هيلعب 9 ماتشات متتاليه؟ لا طب هل فرق الماتشات ما بين هل عدد الماتشات ما بين الاهلي والزمالك زي بعض؟ لا طبعا، لا طبعا، انت هتلعب 9 ماتشات متتاليه ورا بعض، هل الزمالك هيلعب 9 ماتشات متتاليه ورا بعض؟ اكيد لا، مستحيل. ما هو خد بالك انت النادي الاهلي راح لعب كاس عالم الانديه فخد فتره، لا في حتتين في ولا وراح لعب السوبر ودوري السوبر. اه تمام، السوبر المحلي ودوري السوبر المحلي والسوبر الافريقي فخد فتره، والسوبر ودوري السوبر. ايوه انا بقول لك والسوبر الافريقي، الدوري الافريقي او السوبر الافريقي، الدوري الافريقي فخد فخد فتره. فخد هو مش هو ما كانش عنده راحات يعني، هو ما كانش مريح. ده السنه الجايه في بقى الانتركونتيننتال والمش عارف ايه السنه الجايه. اه بدل اعتقد هتبقى يعني السنه الجايه بتهيألي هتبقى اقل شويه، لان الانتركونتيننتال هتتلعب ماتش عندك وماتش تاني هتطلع بره، يعني مفيش دوره مجمعه فهتاخد منك توقيت كبير. ممكن تلعب مباراه ولو كسبت تلعب مباراه ثانيه، ولو كسبت تلعب فاينل مع 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 بطل اوروبا يعني ريال مدريد. مع ان شاء الله باذن الله تعالى. وكمان اعتقد مفيش السوبر الافريقي السنه الجايه، اعتقد ان هم لغوا بطوله السوبر الافريقي. لسه لم يتم تحديد يعني الامر، ولكن اللي انا فاهمه يعني انه لا غالبا يعني. هتبقى الامور اهدى شويه السنه الجايه. لكن انت في السنه دي السنه تخلص امتى؟ انت بتتكلم في 8 الاهلي لعب كام ماتش؟ الاهلي لعب كام ماتش؟ تقريبا 15 ماتش حاجه كده. آه. وهيلعب 9، هيخلص 12 7. طب والتسعه التانيين؟ هيخلصهم بعد 12 7 نص 8 هيخلصهم امتى تاني؟ نص 8 هتضطر تعمل ما هي هتعمل نفس الموضوع، هترجع لنفس القصه انك هتلعب برضو انت ولسه عندك كاس مصر خد بالك ما تلعبش. لا ما تلعبش. وعندك بطوله افريقيا هتلعب الدور التمهيدي ولا ده الدور التمهيدي جاي 7 8 او 8 يعني اول 8 هتلعب الدور التمهيدي، فانت كمان هتاجل الدوري العام، فهتخلص امتى؟ انت هتخلص والناس خلص الدوري السنه دي كمان سنتين هتخلص والناس في اوروبا بتعمل اللي هو الرحل ما بين انت لو مدير يعني انت لو مكان كولر في مثل هذا التوقيت اديت للاعبين اسبوع، وهو كان مصمم على هذا الامر حتى فيما يخص اللاعبين اللي راحوا للمنتخب الوطني، هو كان مصمم وكانت نقطه الخلاف ما بينه وما بين كابتن حسام انه كولر عايز يدي اللعيبه وقت راحه ممكنه، وبالتالي بعد اسبوع راحه وعودة الأهلي للتدريبات كيف تقيم الأمر خلال المرحلة القادمة؟ بس شيء جيد طبعا يبقى عندك راحات، بس أنت كم واحد في المنتخب في منتخب مصر من كتير 10 11 دلوقتي أنت تقريبا التيم كله يعني الفرقة كلها يعني معظم يعني اللعيبة بالظبط معظم 80% من اللعيبة أو 70% من اللعيبة اللي بتلعب بشكل أساسي في منتخب مصر، فأنت النهاردة مش هتستفيد من الراحات، بالعكس لو منتخب مصر يلعب ماتشين برضه ورا بعض وهترجع تلعب بطولة الدوري العام مرة تانية يوم 15، فبالتالي أعتقد أنت يعني غير مستفيد من الـ من الـ من من قصة الراحات. صحيح بشكل عام يعني جيد. أنت ممكن تستخدم بعض اللاعبين تمام في التدوير اللي ممكن يكونوا ما راحوش منتخب مصر، يعني ممكن ده 100% على فكره. اه 5 6 لعيبه مثلا او 7 لعيبه مثلا ممكن تستخدمهم تدور بقى فيهم مع اللعيبه اللي راحت منتخب مصر، لكن انت الكم الاكبر من اللعيبه الاساسيه عندك هم بيلعبوا في المنتخب في الوقت الحالي. صحيح. فبالتالي مش هيستفيدوا من الراحات اللي انت اديتها كمدير فني، وبعدين رايحين في ضغط اكبر، وبعدين في سفر تاني، وهترجع من السفر من غينيا بيساو وتلعب بطوله الدوري العام وتبتدي، فانت النهارده انت ككولر يعني اكيد الراجل بيضرب اخماس في اسداس، يعني مش عارف هيدير الموضوع باني شكل تمام، هل يعني هيغير هيثبت التشكيل؟ مهم انك تثبت في بعض الاوقات، لكن مش شرط تثبت طول الوقت، لان انت النهارده ممكن العب النهارده السبت والعب الثلاث بنفس الفرقه تمام مع تغيير بعض يعني عنصرين، لكن هتلعب السبت اللي بعديه ازاي بنفس اللعيبه؟ استحاله طبعا، استحاله. هتعرض للعيبه للاصابات، وبالتالي هتخسر لعيب على مدى بعيد، فهتحاول ان انت تقلل من كم المباريات اللي هتدي للعيبه، فده يبقى على المستوى الفني بتاعك. صحيح. فيحصل مشكله كبيره جدا جدا للمدير الفني، يعني نتمنى ان مستر كولر يبقى الحته دي يقدر يوازن فيها، بس انا ما اعتقدش ان بالشكل ده وبالطريقه دي يعني ممكن الأمور تمشي بشكل متميز يعني.